أقولها إذا فتحتم باب أيديكم إلى الشعب بصدق وإخلاص وجلستم من أجل حل كل المشاكل، سترون الخير والنمو والتطور والاستقرار لهذا البلد. ولكنني أقولها أيضا هنا وبثقة بأنكم إذا اعتقدتم أن استخدام القوة واستعراض العضلات واتهام الناس وافتعال المسرحيات وتشويه صورة المواطن وكل المؤامرة الذحاق تعتقدون أنها ستحل مشكلتكم وستوجد استقرارا، فأنا أقول أنكم واهمون. إذا لم يتحرك الشعب اليوم فسيتحرك غدا، لأن الناس لها طاقة من الصبر المحدود. حين يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الصبر لن يتحمل هذا الألاء وهذه الإهانة وهذه المحاولة للتآمر على شعب البحرين. ما الذي حدث لشعب البحرين؟ اليوم لابد أن نكون على وعي بأننا كلنا كشعب سنة أو شيعة مستهدفون، ولا 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 تعتقدوا في يوم من الأيام أن النظام يعمل من أجل مصلحة السنة ضد الشيعة، هذا وهم. النظام لا يعمل إلا من أجل مصلحته، ويريد أن يضرب الجميع ببعضهم الآخر. لذلك علينا أن نعيش الوعي. أنا ما أريد أقول فتنة، أريد أقول خلنا نتوحد، خلنا نكون كلمة واحدة. جربنا مدينة حمد، وهذا اللي سوته البحرين وهذه المسرح اللي سواها كانت هروب للأمام من أجل أن لا يتوحد العائلة السنة والشيعة أمام قضية التجنيس. لذلك أقولها بغض النظر، دعينا لمسيرة التجنيس القادمة أو لم ندعى، ما دام الموضوع يمس مصلحة شعب البحرين فكلنا مع مصلحة شعب البحرين، وكلنا سندعو بقوة لحضور هذه المسيرة، ونرجو أن نستمر في برامج مختلفة من أجل أن ننقذ شعب البحرين ومن أجل أن ننقذ هذا الوطن من كل المحاولات التي تأخذ به إلى صراعات وإلى دهاليز من القضايا المشاكل التي لا تنتهي أبدا، وإلى فتن لا تنتهي.